لم يعد مرور الناقلات النفطية من مضيق هرمز كما كان عليه قبيل احتجاز ناقلة النفط الإيرانية غريس 1 من قبل سلطات جبل طارق في 17 من نيسان الفائت. يوم الخميس أوقفت طهران ناقلة نفط أجنبية تدعى رياح، قالت إنها كانت تقوم بتهريب الوقود الإيراني لسفن أجنبية في الخليج حسب إيران. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي قالت إيران إنها سحبت ناقلة نفط أجنبية بهدف إصلاحها بعد تلقي طلب للمساعدة دون مزيد من التفاصيل. وعقب ذلك بـ24 ساعة أعلن مالك ناقلة نفط بريطانية فقدان الاتصال مع طاقمها المؤلف من 23 شخصا لتكشف إيران عن الاستيلاء على السفينة ستينا إمبرو بتهمة تسبب بحوادث بحرية شككت بها لندن، فيما قالت الشركة المالكة إن الناقلة كانت ملتزمة بشكل كامل بجميع قواعد الملاحة واللوائح الدولية وأنها احتجزت أثناء وجودها في المياه الدولية. الناقلات الجزائرية أيضا لم تسلم، حيث استولت إيران على ناقلة مسدار التابعة لشركة سوناترك الجزائرية وأجبرتها على الدخول في مياهها الإقليمية لتنتهي العملية بعد تدخل وزارتي الطاقة والخارجية الجزائريتين، لتبقى ناقلة النفط البريطانية محتجزة لدى إيران. بدورها أدانت بريطانيا احتجاز ناقلة نفط ترفع علمها وصفته بأنه عمل عدائي، مشيرة إلى أن الناقلة كانت في المياه العمانية عندما تم احتجازها. فهل تواصل إيران احتجاز ناقلات النفط؟ وإلى أين يسير التصعيد في منطقة الخليج العربي؟